اوكي، ف النهارده هناخد لحن اللي هو التوزيع الفرايحي، الالي الفرايحي بتاع المزمور ال 150، وبيتقال في الاعياد، معظم الاعياد يعني بيتقال في عيد القيامه وعيد الميلاد وعيد النيروز كده. وبعد كده هناخد ايه في الاخر، هناخد كم مرات بتاعه المزمور، يعني هناخد طبعا بتاع مرات عيد النيروز عشان احنا دلوقتي في النيروز فعشان نقدر نقوله، وهناخد برده بتاع عيد القيامه ومرد ومرد برضو عيد الميلاد. ولما تيجي بقى المناسبات التانية زي عيد الغطاس وعيد الصعود والحاجات دي برضو ممكن نقول المزمور الكبير الفرايحي دوا، ولما يجي وقتها بقى ناخد ايه المردات بتاعتهم. بس فور ناو احنا ناخد هي الاربعة الليلويا الفرايحي، المرد الفرايحي الكبير، وناخد مرد المزمور بتاع النيروز والريزركشن والناتيفيتي. اوكي طب اسمعوا مني. وبص وانا بقول حاولوا تتابعوا معايا بالهزات وتمشوا معايا بالهزات. برضه نستخدم نفس اللحن، نفس اللحن مع مرد عيد القيامة او عيد الايه الميلاد. فهناخد الثلاثه ان شاء الله، بس نخلص اربعه هللويا. بس في ملحوظه، لو لاحظتوا للهللويا اللي هي نمبر 2 اللي جنبيها نمبر 2، هتلاقي في جزء تحتيه زي شرطه كده او سهم، الجزء ده كله بيتعاد في نمبر 3. لما تروح نمبر 3 في الاخر كده هتلاقي فيه سهم جنبيه نمبر 1، هي يعني ده بيقول لك ان الجزء الموجود في نمبر 2 بيتعاد تاني في ايه في الليلويا الثالثه، وطبعا في الليلويا الرابعه دي ايه دي اللي احنا بنختم بيها. اورايت اوكي ناخد جزء جزء يلا. بصوا يعني هزه بعد كده ايه ثلاث هزات يلا. تاني طول في الهزة الأولى، طول فيها. جميل، تاني نخش في الجزء الجديد يلا.
ثلاث هزات بعد كده اربع هزات وبتطول في الرابعه. شفت ازاي؟ دول ثلاثه بعد كده اربع هزات وبتعمل ستريتش في الرابعه. يلا تاني من اول. تاني هسمعها منكم. يلا 1 2 3 جميل. الجزء بقى الجديد شفت ازاي؟ يعني اربع هزات اللي هم ازاي بعد كده بقى الخمسه بتعلى بقى بص ازاي يلا تاني نجيب من اول ايه شوف الهزه دي بتعلى فيها وبتطول فيها في نفسها يعني بتطول فيها بتعمل فيها ستريتش وبتعلى فيها اخذناها بس يا تمام كده نجيب من الاول هزتين بعد كده ايه ليه ليه فاهم ليه فاهم ازاي تبقى ايه تبقى ايه من انت نخش في الليلويا هزتين بعد كده تخش في الليل يلا اعلى بص ازاي ثلاث هزات بتطلع في الرابعه وبتنزل في الخمسه يا اوكي تمام كده بنجيب من الاول مع بعض يلا 1 2 3 تمام اوكي تاني اوكي يلا تاني 1 2 3 تمام كده الجزء بقى اللي جاي عبارة ايه؟ طالع نازل طالع نازل ثلاث مرات. بعد كده ايه؟ بتطلع بهزة فوق. شفت ازاي؟ طالع نازل طالع نازل طالع نازل طالع. اوكي طب اسمعوها مني هجيب الجزء اللي قبلها واخش في الجزء الجديد عشان ايه نظبط النغمة.
خلصنا اول سطر نجيبه كله بقى على بعضه ماشي. السطر كله يلا 1 2 3 ده بعد كده اخش في الجزء الجديد السطر الثاني يلا اسمح منكم هزتين بعد كده ايه تطلع في الثالثه وتنزل في الرابعه كده ثلاث هزات دخلنا في الايه اللو بتاعت الليلويا هجيب من اول ايه هجيب من اخر السطر الاولاني بص ازاي يعني في هزه اللي هي الهزه اللي هي بعد في الاي فيها ثلاث هزات بعد كده الهزه الرابعه اللي بعدها بتدوس عليها بعد كده قبل ما تخش في اللو في اللو بقى بتعلى وبايه بتنزل بقى بتنزل فيها تاني جبتوها اسمعها اوكي نجيب من اخر السطر الاولاني تمام تاني بعدها الجديد بعد كده نعيد كله مع بعض بعد كده الجزء الجديد بقى ايه احنا دخلنا في اللو صح No.
لاحظوا ان الهزتين اللي هي واقفين، يعني فاهم ازاي؟ يعني ولا تبطئ ولا تسرع، يعني ايه اديهم السبيس بتاعتهم. بص ازاي ايلوم اوو، بص ازاي يعني اديهم، يعني اديهم وقتهم، يعني ولا تسرع فيهم ولا ايه ولا تبطئ قوي. اوو ايلوم من اخر السطر الاولاني. السطر الاولاني بتعمل فيها، يعني بتعلقها لغايه لما نفسك يقف. اوم بعد كده تاني اوم اوم اوم، بعد كده بتنزل سلم بعدها اوم، دي اول هزه. بعد كده اوم اوم اوم، تمام كده ايلو جزء بالجزء الجديد ده. يعني بعد ما بتعمل تنزل سلم من اربع هزات. يعني اول هزه اوم بتعمل فيها ستريتش طويل، بعد كده بتنزل سلم بقى من اربع هزات اوم اوم اوم، تمام كده. اوكي نجيب بقى منين ايلوم اوم 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 اوم، ده الجزء الجديد. اوم اوم بتطلع وبتنزل اوم اوم، فاهم ازاي؟ بص يعني الجزء الجديد كله على بعضه ازاي بقى. اوم 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 اوم، تمام؟ تشكلكم نعسانين. اوكي طب نسمعها، نقولها مع بعض صوت عالي. اوكي ايلو اوم 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 كده. بعد كده الجزء اللي بعدها ايه؟ هنقفل اول الليلويا. احنا كده خدنا اول الليلويا. بس هقول الجزء اللي احنا الجديد احنا خدناه وهقفل الليلويا. اوم 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 اوم
عالية. أوه يا هزتين عاليين بعد كده يا أوه يا أوكي نجيب من أول إيه اسمعها منكم يلا 1 2 3 او اوكي جميل. طب نجيب من اول الجزء اللي هو ايه اخر السطر الاول اللي هو طالع نازل طالع نازل ثلاث مرات. خش في الليلة الثانية. يلا. 1 2 3 بنكمل عالي لا برضو ستة عاليين نغمة واحدة. بص يعني بداية الليلية الثانية هزتين عاليين بعد كده ثلاث هزات اول هزتين عاليين والتالتة بتنزل سنه بعد كده في سته بعدهم من ثلاثات ثلاثه وثلاثه زي بعض اسمعهم مني ازاي ده كده اول هزتين بعد كده ثلاث هزات اول اثنين عاليين ونزلنا في الثالثه بعد كده الجروب اللي بعديها اللي هو من ست هزات من ثلاثه ايتش بيتعادوا بيتعادوا وبسمعوا مني الجزء بتقال ازاي ست هزات اللي هو عباره عن تو جروبس اوف 3 بيتعادوا هم يلا طب نقول مع بعض نجيب من اخر اخر السطر الثاني ونخش في الجزء الجديد احنا خدناه ده لا انت
في ناس بتنزل في الـ في الـ في الـ اخر الـ اخر ثلاث هزات من الجروب اللي هو من ستة ده، ما تنزلش. كيب كله عالي، كله يفضل عالي، ما تنزلش. بص ازاي. يا ليش لتحت؟ احنا هنكمل بعديها اللي بعديها برضو عالي. اه عشان كده بس هي تيجي مع الوزن. يلا تاني. لا برضو نزلت فيها. بص ازاي. بص يعني لفوق. بعد كده بتتعاد تاني. ايوه بتنهي لفوق، يعني ما تنزل، ما خلي الطبقه عاليه، ما تنزلهاش خالص. اوكي يلا. اسمعوها مني واخش في الجزء الجديد. هزات بنطلع فيهم سلم. بص ازاي. اربع هزات، بعد كده بتختمهم بايه؟ ليه. بصوا ازاي. يعني تحس سلم طالع كده. اوكي نجرب تاني مع بعض. نجيب الجروب اللي هو من ستة. على فكرة الجروب اللي هو دي هتتكرر كتير قوي. فين بقى هنا مش دي هتتكرر كتير قوي. ثلاث هزات بعد كده، بعديهم ثلاث هزات صراع، بعد كده ايه الثلاث هزات تانيين بنطلع في اول تاني اول اثنين وبننزل في الثالثه. اوكي فدي يعني الجزء ده يعني هيتقال كتير. يلا نقول الجزء الجديد ده. تاني. يعني جروب من ستة برضو، أول ثلاث هزات سراع، بعد كده التاني الجروب الثاني بتعلى في أول هزتين وبتنزل في الثالثة. أوكي؟ طب نجيب من إيه الجروب هو من ستة الأولاني. الأولاني. طب نجيب من اخر من اخر السطر الثاني ونخش في الجزء الجديد احنا خلينا ده كله.
تمام كده؟ اوكي. بعد كده الجزء الجديد بقى اللي بيتقال ازاي؟ احنا قلنا ايه؟ هزتين تطلع في الثالثه وتنزل في الرابعه. اول هزتين نظام ايه؟ يعني واقفين كده شويه. بعد كده بتطلع في الثالثه وبتنزل في الرابعه. تمام كده؟ يلا نقول الجزء مع بعض، قولوها لوحديكم يلا. يلا كمان اخر مره ونخش في جزء جديد. بص يعني هزتين بتبتدي تخش في حرف الاي، بس ايه هزتين وبنطول فيهم والاثنين يعتبر زي بعض. يعني هزتين عاليين بتحس التيبيكال من بعض. احنا قلنا ايه؟ تمام؟ اوكي. اوكي نقول تاني الجزء ده بالهزتين الطوال اللي احنا قلنا وقفنا عندهم دول، بعد كده نخش في الجزء الجديد. الجزء الجديد خدناه قبل كده، فيعني هتحس هتيجي لوحدها. فاكرينها فين دي؟ في السطر الثاني. بص يعني السطر الثاني بيبتدي ايه؟ اربع هزات في الاول، بعد كده بعد الاربع اول اربع هزات في السطر الثاني بيبتدي الجزء اللي احنا بنقوله ده. يعني الجزء خدناه قبل كده. تمام؟ اوكي. طب يلا نجيب ايه؟ احنا كده خلصنا السطر الثالث كله، ايه رايكم لو نجيب من اخر السطر الثاني ونقول السطر الثالث كله اللي احنا خدناه؟ نخلص الليليو الثانيه. احنا كده ايه خدنا السطر الثالث، وناخد دلوقتي ناخد السطر الرابع ونخلص الليليو الثانيه. وانت لو حفظنا الثانيه يبقى انت كده يعتبر حفظت نص الثالثه، عشان السكن هاف من الليليو الثانيه هي نفس السكن هاف مستوى، يبقى كده يعتبر اللحن خلص. فاهم ازاي؟ والرابعه يعني مفيش اسهل منها، يعني كلها كام هزه كده وخلاص. احنا قلنا ايه؟ بص ازاي؟ يعني ثلاث هزات واقفين، بعد كده ثلاثة صراع.
كده ايه هزتين بتطلع وبتنزل على طول. تمام. نحن دلوقتي في السطر الرابع اللي هو السكن هاف، يعتبر من اللي الاليلويات الثانيه. يعني ثلاث هزات واقفين من قبلها. اوكي. ايه تعرف انا فين دلوقتي؟ اوكي. يعني السطر من اول السطر الرابع بيبتدي نخش ايه في اليو بتاعت الليلو، فاهم ازاي؟ اليو بتاعت الليلو يعني. طب اوكي، نجيب من اخر السطر الثالث. تمام كده. طب اسمعها يلا. 1 2 3 هجيب اول ثلاث هزات ازاي؟ بعد كده فول ستوب، بعد كده تاني. اوكي، نجيب تاني من اول الهزتين العاليين. اوكي، اسمعوا مني الجزء الجديد ده. ثلاث زي ما قلت ثلاث هزات يعني واقفين كده. بعد كده بعديهم بيجي برضو ثلاث هزات بناكلهم بنسرع فيهم شويه. بعد كده هزتين عبارة بتطلع في واحدة وبتنزل في اللي بعدها على طول. بص زي شفت ازاي؟ يعني أول ثلاث هزات الواقفين دول أول ثلاث واقفين. اللي بيتاكلوا ازاي بقى؟ بعد كده ايه؟ تمام كده؟ اوكي، نجيب من اول الهزتين العاليين اللي هم في دي بقى عاليه بقى. يعني كأنك بتطلع فيهم سلم. التالتة بالذات بقى بتعلى قوي وبتنزل في الرابعة. شفت ازاي؟ تاني اسمح منكم. جميلة. اوكي، نجيب من اول ايه؟ السطر الرابع. اعلى. تاني نجيب من اول السطر الرابع. يعني بتعلى اكتر. انت قلت ايه؟ على اكتر واكتر. يا
ثلاثة بعد كده في هز قبل ما تخش في الياء. بص زي وعد معايا يا، يعني ثلاث هزات على الين بعد كده في هزة ربع سلمة كده هزة كده زي سلمة عشان تعمل لينك للياء اللي هتيجي بعدها. تمام اوكي. طب نجيب من اول السطر الرابع. يعني تحس ايه النغمه بتاعت اللحن بقت مفهومه، يعني انت ممكن تستنتج الجزء الجديد هو عامل ازاي. الجزء دوت نفس بالظبط نفس الثلاث هزات الصراع والهزتين اللي بتطلع وتنزل في اللي بعدها اللي في بدايه السطر الرابع. احنا السطر الرابع بيبتدي ازاي؟ هو ده ذاته اللي هو هو ده ذاته اللي بتختم بيه السطر الرابع. بنختم بيه ازاي؟ يعني في الاول ايه ننتقل اليو حرف اليو بس في الاخر عشان احنا نطقنا الياء بتاعت قللوا يا فبتتقال ازاي يا فاهم ازاي. اوكي طب نجيب السطر الرابع كله على بعضه بعد كده نجيب السكن قللوا يا كلها على بعضها. يلا 1 2 3 نجيب بقى السكن الليلويا كلها. اوكي نعيد بس نقول الليلويا الثانيه الاول كلها نثبت لو في اي غلطات نصلحها بعد كده نجيب ايه الاولى والثانيه مع بعض. اوكي يلا 1 2 3 اعلى خلصنا قللوا ايه الثانيه فنقول الاولى ونقول الثانيه مع بعض. احنا كده طبعا خلصنا اللحن عشان الثالثه نصها متاخد من القللوا الثانيه والرابعه دي القفله يعني احنا كده طبعا خلصنا اللحن. اوكي يعني هو كان اصعب حاجه اللي هو اول اثنين بعد كده الثالثه والرابعه وسالين طب يلا نبتدي مع بعض. يلا نعلي صوتنا ونقول مع بعض كده صوت واحد. يلا 1 2 3
مستعجل ولا هو؟ لا انت مستعجل. بس عموم الحته اللي انت انا لاحظت الحته اللي انت سبقت فيها دي اللي هتتعاد تاني في الليله الثالثه، فهتثبتها ما تقلقش، يعني هتيجي وهتتثبت. اوكي دلوقتي بقى هنبتدي ايه الليله الثالثه. فالليله الثالثه بقى ابتدي ايه، احنا عاملين عالي 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 في الليله الثالثه، ابتدي ايه نوطي الطبقه بقى. بص ازاي. اوكي بص ازاي. هقسمها، معلش هقسمها عشان ايه نعرف عدد الهزات بالظبط، بعد كده نجيبها كلها مره واحده. بص ازاي. هزه بعد كده. شفت ازاي. تمام كده. طب اسمح منك يلا. لا في هزه انا صح اي سكيبت. يلا يلا. تمام يلا الثاني لوحدكم يلا 1 2 3. جميل. اوكي طب اسمعوها مني واخش بقى في الجزء الجديد. الجزء الجديد اكشلي شبه الجزء اللي هو ايه هيتعاد، بس هيتعاد وهنقول فيه حروف. بص ازاي. احنا زودنا ايه بقى. احنا قلنا شفت ازاي، يعني كانك بتعيد بس ده ايه دخلت الحروف ايه اللي هي اللي هي دي بتاعت الليلة الثالثة. تاني نجرب، طب نجرب مع بعض. اللي تمام كده. تاني نقولها تاني، نقولها تاني 1 2 3. تاني. بص نقفلها بقى. هزة بندوس عليها بعد كده. شفت ازاي. يلا تاني. ثلاث هزات بعد كده بندوس في الرابعه وبنطلع في الخمسه وبنعمل فيها ستريتش. كده بالظبط. اوكي نجيب بقى من اول ايه الثالثه. جميل. الجزء بقى اللي جاي كله خدناه قبل كده من ايه من الليله الثانيه. اوكي يلا نجيب تاني الليلة الثالثة. دي خدناها تمام كده. بس في الليلة الثانية قبليها فيها هزتين عاليين.
بعد كده في الثالثه ما فيش الهزتين العاليين دول، فاهم ازاي؟ كمل. بعدها تاني بالجزء اللي احنا خدناه قبل كده في الهللويا الثانيه. يلا جاهزين نقول مع بعض، نعلي صوتنا، نقول مع بعض صوت واحد. احنا كده خلاص خلصنا اللحن. الهزه الهللويا الرابعه دي بتختم بقى. بعد كده ناخد ايه مرد المزمور بعد كده بتاع كل بتاع الميلاد والقيامه والنيروز. اوكي يلا نبتدي مع بعض الثالثه، الهللويا الثالثه. 1 2 3 كده. الليلو او يا تاني الليلو او يا، ادي الهزه الرابعه الليلويا الرابعه سوري. وكده خلصنا ايه الليلويا الفرايحي بتاعت المزمور الفرايحي بتاع الاعياد وكده. اوكي الليلويا الرابعه يلا الليلو تاني يلا الليلو يا يلا تاني لوحدكم الليلو يا. اوكي نجيب طب نجيب بقى اللي هي الثالثه والرابعه. تمام اوكي يلا 1 2 3 كلهم. يلا جاهزين يلا نعلي صوتنا نقول مع بعض يلا 1 2 3
ناخد بقى ايه؟ ناخد بقى المردات المزمور. يا دلوقتي احنا ايه؟ قلنا الليلويا يجل في الاعياد، بتقول الليلويا اربع الليلويا، بعد كده تقول مرد المزمور على حسب المناسبه، بعد كده تخش بقى في ارباع المزمور ال 150. اوكي ناخد تحب تاخد عن النيروز الاول، مش احنا دلوقتي في النيروز اللي هو ايه اخر واحد من تحت، وده كلماته ازمو ابيك لوم انتيتي رومبي هيتن تك ميت اخريستوس ابشويس. اوكي ده كلمه، ده معناها ايه؟ بارك يا رب اكليل هذه السنه بصلاح. ده فين دلوقتي؟ اللي هو من تحت خالص، شاف مكتوب النيروز، ده مراد المزمور بتاع ايه؟ النيروز. بارك الله بس احنا دلوقتي هناخده باللحن بتاع التوزيع، مزمور التوزيع. مراد ده مراد المزمور التوزيع، مش مراد المزمور بتاع القداس. لا لا، ده مراد المزمور التوزيع. اوكي احنا هنا قللو قللو ازاي؟ قللو يا اسمو ابيك لوم انتيتي رومبي عالي. اسمو ابي تاني، اسمو ابي اكلوم، اكلوم فيها اربع هزات، اكلوم في الهزه الرابعه ايه؟ بتقفل اكلوم. يلا اكلوم. اوكي نجيب بقى اسمو ابي اكلوم، بكي قفلت اكلوم تخش في اللي بعدها. يلا تاني اسمو ابي اكلوم انتتي ايه؟ بص ازاي مع بعض. انت تي ايه تاني؟ انت تي ايه روم بي انت تي ايه روم بي. روم بي فيها ثلاث هزات في الاخر وتقال، يعني بايه تديهم السبيس كده. انت تي روم بي، شفت ازاي؟ روم بي يعني روم بي فيها ثلاث هزات وبتدي لهم السبيس بتاعتهم، يعني ولا بتسرع فيهم ولا بتبطئهم زياده عن اللزوم، يعني فاهم ازاي؟ بتديهم السبيس كده. طب نجيبها من اول خالص. اسمو ابي اكلوم انتتي رومبي هيتن، شوف ازاي هيتن بتطول في ايه؟ طول فيها، بتعمل ستريتش قوي يعني. هيتن. اوكي انت تي روم بي
تك فيها زيتين، تك ميت، ميت فيها ثلاثة، تك ميت. تمام كده؟ اوكي، احنا هنجيب من اول انتيتي، انتيتي ان روم بي نقسمها. اوكي، طب نجيب من اول انتيتي، انتيتي او باي ذا واي، انا لسه ملاحظ دلوقتي اخريستوس بشويس على وزن انتيتي، ايه احنا بنقول بقى اخريستوس، يعني فيها شبه، يعني فيها شبيهه شويه. اوكي، طب نجيب من اول انتيتي، انتيتي روم بي تنتك مي اخريستوس افشويس. اوكي، نجيب من اول اسمو، اسمو ابيكروم، اسمو ابي اكلوم انتجي روم بي تنتك من اخري كده. في حد عنده مشكله او سؤال في مرد المزمور التوزيع بتاع النيروز؟ كله تمام؟ اوكي، تحب تاخدوا الريزوركشن، تاخدوا الميلاد ولا القيامه دلوقتي؟ اوكي، ناخد الميلاد، ناخد الميلاد هو اول واحد. بص، مرد الميلاد، مرد المزمور التوزيع بتاع الميلاد والقيامه بيبتدوا الاثنين بيسوس بخريستوس. يعني انت ملاحظ، يعني بعد ما انا قلت تحت الليليا الرابعه انا كاتب ايسوس بخريستوس، في الميلاد تكمل الجزء بتاع الميلاد، وفي عيد القيامه بعد ما تقول ايسوس بخريستوس تكمل الجزء بتاع ايه؟ ايسوس بخريستوس دي ثابته في الميلاد والقيامه بالظبط، بس في النيروز ما فيهاش ايسوس بخريستوس، بنبتدي بايه؟ باسمه على طول، اسمه ايبيكلوم. اوكي اوكي، اسمعوا مني بقى بتاعت الميلاد بتتقال ازاي. أهللو أو يا إيسوس بخريستوس بشيري مفنوتي في كلمات، عشان اللي عايز يعرفها، يسوس بخريستوس ابشيري، اوكي، ايه مفنوتي بايطف مصر خن بس لام، بايطف مصر خن بس لام، دي معناها يسوع المسيح ابن الله ولد في بيت لحم، دي معناها كده. اوكي يلا، إيسوس بخريستوس، فاهم ازاي؟ إيسوس بخريستوس بشيري
بالظبط نفس ماشي على نفس النغمة بتاعت اسمه إبيكلوم اللي هو اللي لسه واخدينها دلوقتي بتاعت النيروز. تحب محتاجة تقسيم ولا الهزات واضحة؟ واضحة جدا. الهزات واضحة؟ اوكي. طب احنا على فكرة عشان احنا بنقوله احنا عليه. اوكي طب خلاص نجيب الليلويا الرابعة ونخش نقول بتاع الميلاد. يلا 1 2 3 الليلو او يا إيسوس بخريستوس ابشري مفنوتي في خين في ناس تقول خين بس لإيم في ناس تقول خين بس لإيم في ناس تنطقها بالبي أو بالفي نحن نقولها بس لإيم أص خين بس لإيم أوكي نموف عن الإيامة ولا حد عنده أي سؤال يشور مش عايزين تقسمه أوكي طب خلاص طب اسمعوا مني بتاعت الإيامة Alleluia. نفس الهزات بس مجرد بس ايه كلمات مختلفة هنقسمها ولا نجرب مع بعض نجرب مع بعض طب يلا نجيب من اول الليلويا الرابعة يلا 1 2 3 الليلويا إيسوس بخريستوس عشان خاطر الوقت مش هنقدر ناخد ارباع المزمور نفسه يعني النهارده بس خدنا الليلويا اربع الليلويا وخدنا مرد المزمور التوزيع بتاع النيروز والميلاد والقيامه في مره ثانيه ان شاء الله نبقى ناخد الارباع المزمور نفسه اللي بتاع اسمو ابنو اوتي خني كل بقى الأرباع المزمور هتتركب على الطريقة اللي أنا لسه قايلها دلوقتي يعني أنا قلتها دي بتاعت اسمه إفنوتي دي هي سبيح الله في جميع القديسين بعد كده بقى كل بقى الأرباع الباقية بتاعت المزمور تتركب نفس الطريقة دي بس النهارده عشان خاطر الوقت مش هنقدر مرة تاني وبناخد الأرباع كلها بالطريقة برضو الفرايح النهارده بس احنا تركيزنا كله في الأربعة الليلويا ومراد المزمور التوزيع بتاع النيروز والميلاد والأيام في عنده أي سؤال صفار؟ حد في حتة عايز يراجع عليها؟ أوكي طب بس عشان خاطر إحنا في النيروز دلوقتي نراجع على مرض المزمور التوزيع بتاع النيروز يعني نقول أربعة الليلية الرابعة ونقول مرض الإيه؟ المزمور بتاع التوزيع يلا 1 2 3 الليلو يا اسمه بكلو
اوكي يلا كل لحن انتوا طيبين.